وختام عيد الحب كان مسك مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، فبالرغم من طلاق شيرين وحسام حبيبي منتصف ديسمبر الماضي، إلا أن الموضوع بعده عم يشغل الجمهور على السوشيال ميديا، خاصة بعد انتشار أخبار عن عودتهم لبعضهم بعد حفل شيرين بالرياض. وللوقوف على هالموضوع أكثر معنا من مصر الصحافي أيمن نور الدين. مرحبا أيمن، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بيك، أهلا بيك وكل الجمهور. كيفك؟ تمام الحمد لله، كله كويس. أيمن، رح نحكي عن موضوع شيرين عبد الوهاب الفنانة المصرية. انتشر بالساعات الماضية أخبار كتير عبر وسائل الإعلام المصرية عن عودتها وحسام حبيب لبعضهم، شو عندك معلومات عن هذا الموضوع أيمن؟ هو خليني أقول لك في البداية بس، أنت يعني عادة كل الأسئلة في الحياة كلها بيبقى ليها إجابات محددة، إنما فيما يخص شيرين وحسام بالذات هو الموضوع بقى أصبح أكتر سؤال يعني يسهل فيه ان يبقى فيه عدة اجابات في نفس الوقت. لكن خلينا اقولك ان شيرين وحسام بقت عندنا بقت من اشهر يعني ايه قصص الحب والصراعات في نفس الوقت في الوسط الفني في مصر او يمكن في العالم العربي كله. وده لان اللي هو احنا بنحب بعض قوي، لا احنا مش بنحب بعض خالص، احنا لازم نرجع نتجوز تاني، لا لازم نتطلق، طول الوقت في حالة تذبذب وفي حالة خلافات، مهما يعني مهما قالوا لا احنا خلاص مش هيحصل كده تاني، مهما قالوا احنا خلاص هننفصل ونتطلق. الحقيقة الفترة الأخيرة خليني بس اقول لك نفسيا انا بشوف ان المطربه شيرين عبد الوهاب هي على المستوى الانساني ما بتقدرش تقعد فتره طويله بدون حياه عاطفيه او حياه زوجيه سليمه وطبيعيه. هي جربت ده بعد الطلاق الثاني الاخير من حسام حبيب. كانت في فتره فراغ كبيره قوي، يمكن الفتره دي كانت في بعض تردد بعض الانباء. هل هي ما فيها تقعد فتره طويله بلا علاقه ولا بلا حسام حبيب تحديدا؟ لا، بلا راجل في حياتها سند دعم. شيرين بتشوف ان الحياه مش يعني مش اكل وشرب وحفلات ونجاح بس، لا هي شايفه ان انا عشان اغني عن الحب بالمنظر ده لازم اعيشه بشكل او باخر. شيرين دايما للاسف كان عندها اكتر من تجربه فاشله في موضوع الحب والجواز، وده يمكن خلاها بقت بتجسد شخصيه المراه التي تبحث عن الحب الناجح طوال حياتها. يعني معلوماتك اليوم بتقول حاجه شيرين لرجل دايما بحياتها ولعلاقه خلتها ترجع لحسام هلا من بعد الانفصال؟ لا، خلتها حاولت ترتبط خلاها ترتبط بطبيب الاول قبل موضوع حسام ده الاشهر الماضيه، وحاولت ان هي تستشعر معاه الحب اللي كانت بتحسه مع حسام عشان يقويها على الانفصال وعلى الطلاق، ولكن هي فشلت. ووقتها تردد ان هذا الطبيب هو كان خطيب الممثله المصريه مرهان حسين. فبعد موضوع الطبيب ده وفشلت علاقتها بيه اللي هي يعتبر علاقه لا يعني انتهت قبل ان تبدا زي ما بيقولوا، وجدت ان حسام عايز يرجع الاتصالات تاني بيها وبيحاول يتصل بيها وبيحاول يقابلها، وده اللي حصل فعلا في الفترة الأخيرة. طيب أيمن، محامي شيرين نفي هالموضوع وقالت مصادر صحفية أنه الثنائي فعلا رجعوا لبعض وفضلوا التكتم عن العودة بالوقت الحالي، وأنه بناتها أيضا انتقلوا من حوالي الأسبوع للعيش مع والدهم. أدي برأيك الصحافة المصرية عم تقدر تكون دقيقة بهذا المعلومات مثل ما بتعرف، لأنه في يعني موضوع شيرين وحسام تصدر الشارع المصري ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي فعلا العالم عبالة تعرف هل شيرين فعلا عادت له لحسام؟ هو احنا نشرنا في موقع العاصمة القول الفصل في الكلام ده، وهو ان رجعت شيرين لحسام من حيث انتهاء القطيعة اللي كانت بينهم عقب الطلاق. يعني خلاص ما بقاش في خصام، ما بقاش في انهم ما بيشوفوش بعض، لا بقى بيقابلوا بعض وبيشوفوا بعض وبيكلموا بعض، ولكن لسه ما رجعوش من ناحية العقد القران، من ناحية الزواج. قد يكون شيرين هي في مرحلة قلقانة ان هي تعلن ان هي ترجع لحسام دلوقتي، فتلقى هجوم من هنا او هناك، خصوصا ان اهلها لا يعني لسه برضو بيعارضوا
وجود حسام في حياتها، ده زائد ان خلافاتها مع اهلها بسبب علاقتها بحسام. وبالتالي انا بشوف ان شيرين في اصعب مرحلة في حياتها، اللي هي مرحلة ما قبل اتخاذ القرار اما بعودة حسام حبيب تاني لحياتها واعلان زواجها منه، او انها لا فعلا انا هتعلم من الدروس اللي فاتت ومش هرجع حسام. اذا هم رجعوا مع بعض كاصدقاء، نقول كمشاعر لسه موجوده ما ماتتش حتى لو حصل انفصال على الورق، لكن في نفس الوقت هل عقدوا قرارهم ثالث مره؟ لا، لم يحدث حتى الان. وانا من وجهه نظري ومعلوماتي حسام يحاول، حسام بيحبها او بيقول ان هو بيحبها، لكن في جميع الاحوال حسام بيحاول ان هو يرجع علاقته بشيرين تاني. فهل شيرين هتستجيب او لا؟ ده اللي هتجاوب عليه الايام الجايه. ايمن، راح اختم بسؤال، هل تعتقد عوده شيرين يمكن للمره الثالثه اذا بدنا نقول اللي ممكن تاثر على جمهوريتها بمصر وجمهورها؟ ما اعتقدش، لان الجمهور خلاص خاد على ان يعني بقى يفصل ما بين شيرين المطربه وشيرين الانسانه، وهو اوريدي خلاص بقى في فكره ثابته عند جمهور شيرين عبد الوهاب او حتى الجمهور الغير محب لشيرين عبد الوهاب، انها كل شيء متوقع في قراراتها، ان هي كل شيء وارد، وبالتالي هي شيرين كده على بعضها، مجنونه متمرده جامحه، يعني افكار كتيره مختلطه، فاعتقد ان مش هياثر على جماهيريتها. المهم الاهم من كل ده ان لو رجع حسام حبيب ده ما ياثرش على تواجدها الفني، وانا بعتقد ده الاصعب، لان للاسف التهمه الرئيسيه اللي بتتوجه لحسام حبيب ان هو كلما عاد لشيرين كلما اختفت شيرين عن الساحه، وهي كانت وعدت الجمهور في الفتره الاخيره. طبعا احنا ايمن ما بنتمنى لشيرين الا كل التوفيق والحب مع اقتراب عيد الحب. شكرا كثير لك الصحافي المصري ايمن نور الدين.